الزياده وصلنا انه الفورمه شغاله على الاكسجين ناقص 9 3 مش 0 ناقص 1 ناقص 1. طبعا اتفقنا هذا بشكل هذا كل ذره اتوم ستوسط اوكتت، وهذا الشكل اللي هو البديل ستراكشر للكربونيت ايون، لكن الفورمال شارج مش 0 ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 2 على كل ذره اكسجين. ليه؟ لانهم ذا سيم انفايرمنت، نفس ايه؟ المحيط، انفايتهم للمحيط حاليا. فالثلاثه متماثلين. طيب هذا حاجه ثانيه. لاحظوا المركب هذا او الشكل هذا كان سنجل سنجل دبل بوند، دبل مره هان ودبل مره هان. لكن اتفقنا انه في الريزو ستراكشر الدبل موزع على الكل. لكن لاحظوا كم دبل عند دبل بوند هتكون موزع على كم بوند؟ على ثلاثه. فحنسميه البوند اوردر بيساوي اولا هاي تمثل سيجما بوند، وهذا سيجما بوند، وهذا سيجما بوند، هذا ايش؟ باي بوند. لما يكون عندي رابطة واحدة الرابط دائما سيجما، لكن رابطتين واحدة تكون سيجما والثانية تكون ايش؟ باي. فلاحظوا البوند اوردر معناها كم رابطة بين كل ذرة والثانية. فالبوند اوردر بين الكربون والاكسجين، خلينا نقول بين الكربون والاكسجين، لو رسمنا بالرمز هذا البوند اوردر ما بين سي او، ما حيكون هنا واحد واثنين وواحد، حيكون واحد سيجما زائد كل تو اتومز او الكربون سترة عامل سيجما بوند مع كل ذره من الاكسجين، لكن في جاست 1 باي بوند. فال1 باي هذا من خلال شكل الرنين هذا موزع على الثلاثه، اذا حتكون زائد باي على ثلاثه، وبالتالي واحد او ثلث البوند اوردر. اذا قوه الرابطه ما بين الكربون والاكسجين في الكربون ايون واحد وثلث، واحد سيجما زائد ثلث باي. طيب ايش اللي باكد الكلام هذا؟ انه في هذه حتكون واحد وثلث، واحد وثلث، وواحد وثلث، ما حتكون اثنين وواحد واحد، اثنين وواحد واحد، اثنين وواحد واحد. افيد حاجه اسمها اي ار انفراريد، الاشعه تحت الحمراء، هذا بتقيس قوه الرابطه على شكل حاجه ويف نمبر او فايبريشن فريكونسي. شفناه في بورو وريدبرغ و بلانك، انه كنا نقول ايه الطاقه ايش بتساوي؟ اتش بيو، وتساوي اتش بيو عباره عن مين؟ سي اوفر لامدا، وتساوي اتش سي 1 اوفر لامدا اللي سميناها ايش؟ ميو، الويف نمبر، وهذا سميناه الويف نمبر، وراح الطاقه. لما قست الويف نمبر اللي هو تردد، قوة تردد البوند، هي معناها فايبريشن فريكونسي، لقينا الثلاثة بوند هذول لهم ذا سيم فايبريشن فريكونسي. لكن لو كانوا مختلفين حتكون الدبل بوند الها ميو بار أكبر من السنجل بوند. لكن لما قسناهم لقينا ميو بار هاي اللي هي الفايبريشن فريكونسي، الثلاثة لهم ذا سيم، ما اختلفش عن بعض، وبالتالي الثلاثة بوند ايش مالهم؟ اكويفلنت، وبالتالي لازم يكون بوند اوردر تبعهم بالضبط متساوي، واحد سيجما وثلث باي بمعنى واحد وثلث. إذا هذا المركب أخذت أشياء، شفنا فيه حيث ريزونانس، وراح يطلع فور ريزونيتك ستراكشرز أربع أشكال رنينية. شفنا أنه البوند إذا كانت الأتومز اكويفلنت يعني نفس المحيط متساوية أو متماثلة متكافئة، البوند الزيادة هذه هتكون موزعة على كل مين؟ على كل النظام. فسيجما موزعة ثابتة تطلع إيه؟ اللي هي باي موزعة ثابتة تطلع ثلث باي لكل رابطة. كان شفنا التشارج طالما الأتومز إكوفلنت بتكونش هذا الصفر هذا ناقص واحد ناقص واحد، بيكون الشحنة الكلية موزعة مين؟ على كل الأتومز، وبيطلع نصيب الفورمولا تشارج على الاكسجين ناقص 3، الفورمال شحن الكربون صفر، البوند اوردر ما بين الكربون والاكسجين واحد وثلث. لو اخذنا مركب قبل شويه اسقفه ناقص 2،
صفر ناقص اثنين. الكبريت فيها 6 الكترونات والاكسجين 4 الكترونات، يعني عندي 6 في 5 30 الكترون زائد 2 من الشحنه بيساوي 32 الكترون. اذا في عندي لك سمعت بيطلع 16 بيرز اوف الكترونز. الكبريت 6 الكترونات والاكسجين 6، 6 في 35 زائد 2 من الشحنه السالبه 32. اللي له زدت تكتب على الاكسجين، اذا الكبريت هي تيرمينال، هي سنترال، هاي الكبريت. هاي الاكسجين سنترال اتوم. كبريت سنترال والاكسجين تيرمينال. خالد تقول لي اعمل في اول رابطه. هاي رابطه واحده. طيب نيجي نطرح الاربعه، ناقص اربعه ضل عندي 12. 12 حوزعهم على مين؟ على التيرمينال في البدايه، واللي بزيد بحطه على السنترال. هاي واحد اثنين ثلاثه، لما نوزعهم على التيرمينال بضلش 12، خلصوا. وكل ذرة من هذا أكتت، كلهم أكتت، يعني 8 إلكترونات. لكن فورمال تشارج هنا شفناها على الأكسجين هنا هتساوي 6 ناقص رابطة واحدة عليه ناقص 6 إلكترون بتساوي ناقص 1. إذا هي ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1، لأنه إيكوفالنت أكسجين أتومز، أكسجين متماثل أو متكافئ بالأصح. بضل الكبريت الفورمال تشارج على الكبريت على 6 الكترونات عمل 4 روابط ظل بلس 2. لو جينا لمجموع الشحنه النت فورمال تشارج بيساوي ناقص 1 في 4 الاكسجين زائد 2 الكبريت، قد ايش بيساوي؟ ناقص 2. شحنه مركب. طيب لاحظوا هنا اوكتيت ساتسفايد، كلهم حققوا الاوكتيت، كل اتومز حققوا الاوكتيت، لكن الفورمال تشارج كبير جدا، عندي 4 بالسالب واثنين بالموجب، يعني اتجاه الاشارات عندي معناها 6 شحنات على المركب هذا، 4 بالسالب 4 نيجاتيف تشارج اند 2 بوزيتيف تشارج، وبالتالي عندي النت ماينس 2 نيجاتيف تشارج، لكن هو كله صار مشحون. هذا وضع غير مريح، المركب غير ثابت او استقرار، بيكون مش تمام الاستقرار تبعه. يبقى بدي احاول اوصل المركب لشكل اكثر مريح، انه قلل الفورمال تشارج، لازم تكون في النهايه ناقص 2، بس ما تكونش في عندي 4 بالسالب و2 بالموجب، تكون بحصل 2 بالسالب بس لاكثر اذا استطعت. بمعنى انه خلي الشحنه هنا زي ما نت فورمال تشارج ماست بي مينيمم، اقل ما يمكن، ولكن تحت شرط ايكوال ذا تشارج اون ذا موليكول، يعني تكون الشحنه اقل ما يمكن لكن بتساوي 2. ايش بتساوي في الحاله هاي؟ لو دخلت رابطه من الاكسجين، خلصنا هذا الحين انه ندخل رابطه من الاكسجين، شلنا هذه ودخل رابطه من الاكسجين، هتلاحظ هذه الفورمال تشارج صارت صفر صفر، لو عليها 6 ناقص 2 ناقص 4 صار صفر، ناقص 1 ناقص 1 ناقص 1، للكبريت صار 6 ناقص 5 صار زائد 1. هذا مريح اكثر شويه، قللنا التشارج لكن لسه ضل في عندي 3 بالسالب واحده بالموجب. طيب لو دخلت كمان واحده مره ثانيه، انا ندخل كمان واحده منها على فرض، هذا حتصير صفر وهذا ناقص 1 ناقص 1، هيك صار الشكل 0 0 ناقص ناقص التوتال فورمال تشارج ناقص 2، لكن بدل ما كانت ناقص 4 صارت ناقص 2 وبطل على الكبريت صار عليه 0 فورمال تشارج، وهذا الشكل اكثر مريح. طيب هي حسب الاوكتيت، هلا في الحاله هاي الاكسجين اوكتيت اوكتيت اوكتيت، لكن الكبريت ايش ماله؟ الكبريت صار عليه 2 4 6 8 2 4 6، يعني صار الكبريت صار عليه 6 بونز بنا 12 الكترون. هل بيستوعب الكبريت 12 الكترون؟ بيستوعب الكون وين؟ في الدورة الثالثة. والدورة الثالثة بياخذ كم بوند؟ دي 5 وبي 3 واس 1 اللي بيطلعوا قديش في الحالة هاي؟ 9 بوند، يعني بياخذ 18 الكترون في مداره. وصل عنده هنا 12، لسه انه مقدر كمان ياخذ 6 الكترونات زياده. يعني هذا الشكل ايش ماله؟
صحيح. هنا الملاحظة طبعا أنه الأوكتت ما تحققت. أوكتت فيوليت أوكتت هذا الشكل أوكتت has been violated but formal charge is satisfied. فإذا نقلت أنا ما بين مين أولى مفضل بين الاثنين الفورمال تشارج هي الأساس. لكن إذا قدرت حق أكتت مع فورمال تشارج أفضل ما قدرت الفورمال تشارج يكون إيش أقل ما يمكن إيش يكون مركب إيش ثابت. إذا هذا هو الشكل تبعنا. لكن لاحظ الشكل هذا الحين ممكن نأخذ منه بعض الأشياء. أولا إنه أكم بزنس سيشن بده يكون فيه. هل البوند بتكون دبل بوند هان وهان وهذا بتضل سنجل بوند ولا حتكون هان دبل دبل سنجل سنجل ولا دبل دبل سنجل سنجل ولا دبل دبل سنجل سنجل. لاحظ كم احتمال عندي؟ 6 احتمالات. مرة اثنين هان يكونوا مرة هان مرة هان مرة هان مرة هان 6 احتمالات. إذا هذا بتكون عنده 6 وفي الآخر الشكل الرسمي بده يكون ايه؟ بالشكل هذا. هي شكل رسم الميل اس او 4 ناقص 2. اذا في بده يكون 7 احتمالات ريزيك ستراكشرز. لو قلنا هي مره هذه وهذه مره هذه وهذه مره هذه هي 3 بعدين هذه مره هذه وهذه مره هذه وهذه مره هذه وهذه هي 3 هي 6 والشكل العام هذا هو الشكل السابع. اذا بده يكون في عندي 7 اكوفلنت متماثلين طاقم سيف الطاقه في كل شيء سيفت اكوفلنت ستراكشرز. طيب البوند اوردر قد ايش حيكون في الحاله هاي؟ او قبل الفورمال تشارج هل هذا 0 ناقص 1 ناقص 1 حتظل زي ما هي؟ ولا الامر يختلف هنا؟ الامر حيختلف. هذول الاربعه توبز اكوفلنت اذا حتكون فورمال تشارج على الاكسجين بيساوي هم تنتين على 4 ويساوي ماينس 0.5 ناقص نص. عندي شحنتين بالسالب وما زي على 4 ذرات تناصيب كل شحنه ناقص شحنة ناقص نص شحنة ماينس 0.5. طب البوند اوردر ما بين الكبريت والاكسجين ايش بده يساوي؟ معقول هيفضل سيجما سيجما وهذا حتكون سيجما وباي وهذا سيجما وباي ولا حيكون في عندي 1 سيجما زائد 2 باي على 4 يساوي 1.5. بين كل كبريت اكسجين في سيجما بوند لكن 2 باي بوند هذول موزعين على مين؟ على كل نظام فبيطلع نصيب كل بوند بالسي والكبريت بنص باي فبيطلع المحصله النت بوند اوردر بين الاكسجين 1.5 1 سيجما زائد نص باي. وقلنا طبعا البوند ايش بتكون مالها ايكوفلنت. ناخذ مثلا زي البي سي ال 3 مثال بي سي ال 3 البورون فيه 3 الكترونات والكلور عنده 3 في 7 7 في 3 بيساوي 21 و3 24 الكترون يعني في عنده 12 بيرز. السي ال افكتف اعلى بالتالي البي سنترال هاي سي ال وهي سي ال وهي سي ال also one bond هي one bond. إذا ناقص 3 بقى 9 وزعناها بالشكل هذا هي 9. تعال شوف هذا الشكل الكلور وصل أكتت لكن البرون ما كمل أكتت وهي الأكتت فيوليت مع البرون. طب نجي الفورمال تشارج الكلور عليه الفورمال تشارج الكلور عنده 7 الكترونات في التكافؤ 7 ناقص 1 بوند ناقص 6 يضلوا عليه صار 0. طب البارون عنده 3 الكترونات في التكافؤ 3 ناقص 3 بوند 0. اذا كلهم عندهم 0 فورمال تشارج. اذا المركب الفورمال تشارج هاز بين ساتيسفايد لكن الاوكتت نوت ساتيسفايد
ساتسفايد مع السيال، لكن ضل عندي البي فايوليشن اوف اوكتيت، خرق للاوكتيت لانه ما كمل 6 الكترونات. طب هل بصح اني اروح اشيل زوج الكترونات واكمل هنا؟ يعني خليه اصب بالشكل هذا، البي بصير هيك سي ال واي سي ال واي سي ال. هل بصح عشان احقق مين؟ الاوكتيت لكل ذره. هيك كل اتوم حقق الاوكتيت، لكن الفورمال تشارج هنا صار عندي هنا الكلور هذا هان وهان ضلت زي ما هي صفر صفر، لكن هذا صارت سبعة ناقص اثنين ناقص أرصات بلس ون. البورون هذا صار عليه ثلاثة ناقص أربعة ناقص ون. البورون صار أربعة بوند، صار فورمة تشارج ناقص ون. الكلور صار عليه اثنين بوند واثنين وأربعة الكترونات حرة من البوندينج، إذا صار عليه بلس ون. هين مين افضل الاشكال هدول؟ هذا كله اوكتيت، هالاوكتيت هاز بين ساتسفايد كومبليتلي، هالاوكتيت فايوليتد، لكن هذا الفورمال تشارج زيرو، هذا الفورمال تشارج بالزيرو. صح المحصله زيرو ناقص واحد زيرو، لكن في عندي صار تشارج. انا اقول لك لازم تكون ايش بقى مينيمم، بمعنى ان استطعت ما يكونش هو الاساس. فهذا الشكل ايش بقى له؟ مرفوض. ليه؟ لانه صار في ديفورمال تشارج عالي على النظام، موجب على الكلور وسالب على مين؟ على البورون. نقطه ثانيه ان البورون زد افكتيف اقل من الكلور، المفروض يكون عليه بوزيتيف تشارج مش نيجاتيف تشارج. هنصار نيجاتيف على البوزيتيف على مين؟ على الكلور، ونيجاتيف على البورون. وهذا الكلام برضه كمان ثاني خرق لي اللي هو ستراكشر وبالتالي مش معقول. نفس المثال نقول بي اي سال 2 مثلا. البريليوم فيه 2 الكترون زائد الكلور 2 في 7 14 تصير 16 الكترون، يعني 8 بيرز. هاي البي اي واي سي ال واي سي ال. البي سنترال اعمل رابطه ناقص 2 ضل 6. هي الكلور اوكتت اوكتت، لكن البي اي مش اوكتت. لكن هذا زيرو فورمال تشارج، زيرو فورمال تشارج، زيرو فورمال تشارج، وبالتالي ايش؟ هذا الشكل ايه؟ وبصحيح. لو اخذنا مثال اخير مثلا NO3 ماينس. NO3 ماينس. النيتروجين في 5 الكترونات زائد اكسجين 3 في 6 زائد الكترون بالشحنه بيطلع عندي 24 الكترون، يعني عندي 12 بيرز. الاكسجين زد افكتيف اعلى، وبالتالي التيرنال اذا النتيجه بتكون سنترال. اذا هاي الان هاي اكسجين اكسجين اكسجين، اول شيء 1 بوند رابطه واحده ناقص 3 صار عندي 9. وزع هاي 9 وهذا الاكسجين توصل اوكتت، لكن النتيجه ما كمل اوكتت. إذا على طول بروح مباشرة أعمل دبل بوند رات مالتيبل بوندز مع سبعة أتوم. يعني لو شلنا هذا واحد من هنا ودخلنا البوند هذه هنا، هيك صار كله أوكتت، صار كل أوكتت 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 إلى آخره. لكن الفورمال شحن صار عندي صفر، وهالناقص واحد ناقص واحد، النيتروجين خمسة عليه خمس إلكترونات ناقص أربعة بوند ضل بلس واحد. طيب المحصلة ناقص ناقص زائد ناقص واحد المحصلة. طب السؤال، هل بقدر أعمل بالشكل هذا؟ الحين لاحظوا قلنا بنزل كل الشبال هذه أقل ما يمكن، لكن أنا ضليت ثلاث شحنات، اثنين سالبة وواحدة موجبة. هل في مجال نروح أدخل كمان بوند مع الأكسجين الثاني هذا على فرض؟ بالشكل هذا، هذا بصير زيرو زيرو ناقص واحد، ونشتغل عليه خمسة ناقص خمسة صار زيرو. بصح اعمل بالشكل هذا؟ هذا لا طبعا. ليه؟ انه تجي في الدورة الثانية، واللي ممنوع ياخذ أكثر من مين؟ من أربعة بوندز. أنه بس عنده في الدورة الثانية اس وبي اوربيتلز.
لكن لو كان كبريت اكسجين نيتروجين لا، وبالتالي هذا الشكل مرفوض، اذا هذا هو الشكل تبعنا. وبالتالي هذا كم شكل رهيب يكون عنده، مره ضبل بوند هان، مره هان، مره هان، والشكل العام تكون ايه ضبل بوند وبزع على الكل. فعندي هذا فور ريزونيتنج ستراكشر او فور ايكويفالنت ريزونانس او ريزونيتنج ستراكشرز. والفور بارت شحن تكون على الاكسجين ايش بيسوي في الحاله هاي؟ عندي ناقص 2 على 3 اتوم بيسوي ناقص 2 على 3، يعني بتكونش على صفر واحد ناقص واحد ناقص واحد، لا ناقص 2 موزع على 3 ايكويفالنت اتومز. والبوند اوردر ما بين النيتروجين والاكسجين بيساوي 1 سيجما اي سيجما 1 سيجما زائد باي موزع على 3 زائد باي على 3، يعني بتساوي ايش؟ 1 ثلث ثلاثة equivalent. هذا الـ NO3 minus. طيب بدي أتعدى شوي إلى موضوع تاني اسمه كيف بدي أجيب على فرض أكم بود عندي هيكونوا equivalent وكم بود كوردش equivalent بود وكم بود أيونك في المركب. بدي أعرف type of bonds في المركب. هل الكوفيلنت تساهمية؟ number of covalent، number of coordination covalent، number of ionic bonds. يعني أتوقع أن المركب يكون ممكن يكون فيه collection of bonds، يكون فيه روابط تساهمية covalent bonds، روابط تناسقية coordination covalent bond، روابط ionic bond. كيف بدي اعرف كم رابطه من كل نوع في المركب الواحد؟ مثلا ناخذ المركب هذا بابسط الصوره عشان اعرف كم بوند انواع البوند اللي فيه. اسلوب بسيط جدا، ارجع لاول شكل في البدايه. هي الان هي الاكسجين، هي الاكسجين، هي الاكسجين، ارسم بس بدون بوندز واحط كل عنصر كم الكترون عليه في مدار التكافؤ. الأكسجين ده كم إلكترون في التكافؤ؟ 6. هاي 1، هاي 3، هاي 6، هاي 6، هاي الأكسجين 6. النيتروجين هنا كم إلكترون عليه؟ 5، لكن الإلكترون اللي بيجي بالشحنة بنحطه على الذرة المركزية، إذا عليه 6، هاي 2، 3، 4، 6. يطلع في شكل قدامك. الأكسجين بده كم إلكترون عشان يكمل الأوكتيت قلنا؟ التركيب تبعه المستقر 2 الكترونات، فممكن النيتروجين يديله 2 من عنده كامل، وهذا 2 النيتروجين يديها كامل من عنده، وهذه كامله 2 بدنا الاكسجين نيتروجين كامل الاكسجين. اذا صف عندي في الحقيقه ايش مالهم؟ كلهم روابط تناسقيه. ايه معنى تناسقيه؟ انه واحد بيدي والثاني بياخذ، مش مشاركه بين الاثنين. فالنيتروجين هو اللي ادى والاكسجين اخذ. طيب علشان يكمل اوكتيت هيك النيتروجين ده كله عنده لكن ما كمل اوكتيت، ساعتها بقول اكسجين رجعني من عندك وبحضرك. يعني اديتك انا من كله عندي اديني شويه من عندك، فبترجع واحده من الاكسجين بسميه باك بوندنج وبديني كمان ربط تناسقيه. وبالتالي صفي كلهم اربعه في المركب هذا، اربعه coordination covalent bonds. إذا الـ NO3 minus minus كل الروابط في تناسقية. بالمثل CO3 ناقص 2. CO3 ناقص 2 هي السي، هي الـ O، هي الـ O، هي الـ O. وشال لي 6 الكترونات. الكربون عنده 4 وجاله مني CO3 ناقص 2. 2 من الأيام الشحنة صار فينا 6 على الكربون. إذا بده يدي كل واحدة منهم إيه؟ بروح بدي الكربون كل الأكسجين ترتب من عنده. وبعدين الأكسجين بيرجع له من عنده مرة ثانية. فبيطلع البقرب كلها إيش رابط مالها؟ تناسقية. لاحظوا هذا استقراء من لو ستراكشر. ما تدخلنا فيه كيف بيتم البونز في الفيلنس بون ثيري. ممكن يكون الفيلنس بون ثيري لها رأي مخالف. لنظريات الارتباط في المركبات عندي عدة نظريات.
فيلس بون ثيري مثل أفلاك، ملك أوردوثين نظرية المدارات، كريستال في ثيري نظرية اللي هو خاصة بالأورجانيك كيمستري، ليجند في ثيري إلى آخره. كل نظرية لها مفهوم خاص في تكوين البوند. هنا أخذنا بس استقراء من لو ستراكشر فقط. فلو ستراكشر قال لي كل البوند في النترات والكربونات وكذلك الكبريتات هيكون كلهم كوديش كوفيلنت بوند. يعني جاي الكبريتات مثلا الاس اوف روكس 2، هاي الاس الاكسجين 6 الكترونات، كل واحد 6 الكترونات، الكبريت 6 الكترونات، لكن هذين المركب اس اوف روكس 2 6 الكترونات على الكبريت وجاوا 2 من الشحنه صاروا 8، وبالتالي عنده مقدر يدي لمين؟ لكل اكسجينه لون بير، بالتالي بيعملهم 4 اكوفالنت كورديشي كوفالنت بوند. لكن اللي شفنا عشان نقلل الشارج على الكبريت الاكسجين بيرجع له من عنده وهذا بيرجع له من عنده، فبتكون 6 بوند وكلهم كورديش كوفالنت بوند و6 اكوفالنت، عفوا 4 اكوفالنت سيجما و2 باي اكوفالنت. شفنا كيف بصير الشكل. لكن من لو ستراكشر all the bond of us of us 10 are codish covalent bonds as well as low 1 O3 minus 1 CO3 minus 2 كلهم codish covalent bond. مفهوم جديد ثاني هسه البولاريتي، يقول مركب هذا بولر مثلا HCl مثلا او H2، ايش الفرق بين HCl وال H2؟ البوند هذا عباره عن في الاساس الكترون دنس تهاب الكترونيه بين الذرتين بين الانويه. اذا كان سهل الكترونيه موزعه بانتظام المركب بيكون نون بولر، بمعنى اذا كانت الاتومز في البوند زي بعض فبتكون الشحنه موزعه بانتظام بالثنتين نون بولر. لكن HCl السال بسحب الشحنه كلها عنده وبصير تقريبا شحنه زي سالب باشر نيجاتيف تشارج ونجيب بس عنده باشر نيجاتيف تشارج، هذا بسميه دايبول. اذا يكون عندك كرتين قطبين يعني بمعنى عنده قطب سالب وقطب موجب، فبالتالي المركب بس مثل هذا بولر كومباوند. بولر يعني صار في عنده ايه؟ شكل واضح قطب موجب وقطب سالب، لكن هذا بولر ما فيش وضوح في الاقطاب، الشحنه موزع ايكوالي بين ذا تو اتومز بين النيوكليير تو اتومز، لكن هنا مش ايكو ديستريبيوتد مش موزع بانتظام. فالكلور بياخذ شحنه سالبه جزئيه والهيدروجين بياخذ شحنه موجبه جزئيه، وبالتالي عشان نعرف الدايبول اني تو ديفرنت شارتس بط ايكوال شارتس سيبريت باي ديستانس دي مفصول مسافه دي كوس دايبول كونستيتيوت دايبول. نرمز بالرمز ايش؟ بالرمز هذا يو اني تو ايكوال بط ديفرنت شارج، يعني سالب موجب لكن تيكونوا مساويين مع بعض سيبريت باي ديستانس موصلين المسافه كونستيتو دايبول بشكله ايه؟ ضايق دقيقه بشكله دايبول، وقيمته تقاس بالدايبول مومنت. هذا التقاس عباره عن كيو في مين؟ في دي كيو اللي شحنة واحد من الاثنين في دي المسافه، هيك بنقيس الدايبول مومنت. بعدين شحنة واحد فيهم وطول البوند وضربهم في بعض بديني الدايبول مومنت.